الأوضاع في مصر بعد عامين من ثورة 25 يناير في هذا التقرير لمراسلنا هشام مهران. حتى في إحياء الذكرى الثانية للثورة انقسام المصريين مستمر، فبينما يستقبل ميدان التحرير مظاهرات معارضة لحكم الإخوان الجمعة القادمة، أطلق الإخوان المسلمون بالمقابل ما سموه مليونية الخدمات للمواطنين في الصحة والتعليم، متهمين جبهة الإنقاذ المعارضة بالتحالف مع الفلول لهدم الثورة. الشعب المصري مطلوب أن يقدم نموذجا فذا فريدا مبهرا للعالم كله كيف يحيي ثورته. نعلم أن كافة مرافق الدولة ومؤسساتها مؤسسات مهترئة لفترة طويلة جدا من الزمان، وبالتالي يمكن أن تحدث هذه الحوادث مرارا، ولا يستطيع لا وزير ولا حكومة أن تمنع هذه الحوادث. يعني مسؤولية الرئاسة مسؤولية ضمنية عامة. على جانب آخر، رصد تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مئات من حالات التعذيب في أقسام الشرطة خلال عامين من الثورة، ومحاولات تقييد حرية الرأي والإعلام وتجاوز نسبة الفقر في مصر كل حد وفق تقارير دولية. الوضع الاقتصادي في مصر بيضغط على الحقوق الاجتماعية للفقراء والمهمشين، وهي أعلى معدلات في ارتفاع الأسعار، أعلى معدلات في البطالة. لأول مرة في تاريخ مصر الحديث أن يقوم رئيس الجمهورية بتقديم بلاغات ضد صحفيين، 3 بلاغات تم رصدهم. بالتزامن، مفاجأة كبرى تضمنتها حيثيات الحكم بإعادة محاكمة مبارك ووزير داخليته في قضايا قتل المتظاهرين، وهي أن الحكم السابق بالسجن المؤبد لم يقدم دليلا على أن مبارك والعدلي كانا يعلمان علما يقينيا بنوايا الفاعلين المجهولين لجرائم القتل حسب الحكم. تستمر حالة الانقسام السياسي في مصر بين الإخوان والإسلاميين من جهة، والمعارضة المدنية من جهة أخرى، وكل فريق يسعى لاجتذاب الجماهير إلى صالحه. انقسام يدخل اختبارا جديدا الجمعة القادمة في الذكرى الثانية للثورة المصرية التي يترقبها الجميع. هشام مهران، MTV، القاهرة. في العراق قتل 25 شخصا وجرح نحو 70 في سلسلة هجمات، بينما انفجار 3 سيارات مفخخة استهدفت مناطق متفرقة من البلاد. أكدت مصادر أمنية أن الهجوم الأول بالسيارات المفخخة وقع في نقطة تفتيش للجيش العراقي في ناحية المحمودية، فيما استهدف الثاني سوقا شعبيا في شمال بغداد. وانفجرت السيارة الثالثة على طريق رئيس عند معسكر للجيش في منطقة التاجي شمال العاصمة. دعا ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة الجمعيات السياسية إلى جولة جديدة من الحوار الوطني الذي قاطعت المعارضة جلساته الأخيرة. ويأتي هذا القرار بعد الدعوة التي أطلقها ولي عهد البحرين سلمان بن حمد الخليفة إلى المعارضة في كانون الأول لاستئناف الحوار من أجل إخراج المملكة من المأزق السياسي.